بوتفليقة أو من شخص آخر، فقط سعيد بوتفليقة طلب منه اقتراح محاسب يكون صاحب ثقة، وقد قام باقتراح سهره أحمد أوارون. ولكن أحلام، هل الشيء اللي دار بينه وبين القاضي، هل ما قالش القاضي لعلي حداد بأنك يعني أنت بصدد تغيير أقوالك؟ هل ثبت على أقواله؟ هو القاضي كان قال لعلي حداد أنك غيرت الأقوال مقارنة بوقت سابق، سواء في التحقيق أو على مستوى المحكمة الابتدائية، من حيث أنه في البداية قال أنه سعيد بوتفليقة هو الذي أمره بتنظيم الحملة وكل ما يتعلق بهذه الحملة الانتخابية الخاصة بالعهدة الخامسة، لكن اليوم على مستوى مجلس قضاء رويسو قال لا، أنا لم أقل ذلك، وأنا فقط علاقتي بالحملة الانتخابية كانت من خلال سعيد بوتفليقة اللي أمرني فقط بإحضار محاسب مالي. وكذلك قال أنه الأموال 19 مليار، قرابة 19 مليار التي سحبت على ثلاث مرات، تم أخذها إلى دار البيضاء في مكتبه الخاص في قاعة مؤمنة نظرا لإجراءات أمنية، بعد ما طلب سعيد بوتفليقة ذلك من قبله. طيب أحلام، الآن في المساء، في الفترة المسائية، ماذا ينتظر أو ماذا يمكن أن ينتظر المتابع الجزائري والمواطن الجزائري في جلسة المحاكمة؟ جلسة المساء ستكون باستكمال عملية استجواب لقاضي الجلسة لبقية المتهمين، ويتعلق الأمر بأمين تيرا رئيس اللجنة التقنية سابقا بوزارة الصناعة، وكذلك إطار بوزارة الصناعة السيدة حسيبة مقراوي القابعين بسجن الحراش في قضية تركيب السيارات. أحلام، أشكرك جزيل الشكر، وربما نحن سنربط معك الاتصال كلما ورد جديد بخصوص اليوم الثالث لمحاكمة رجال الأعمال ويعني الوزراء السابقين بمجلس قضاء العاصمة في جلسة الاستئناف. إذن مشاهدينا الكرام، أسعدوا من مجلس قضاء العاصمة إلى النقل في الجزائر والتحول الاقتصادي في الجزائر كذلك، أسعد باستضافة الدكتور حداد محمد رئيس ملتقى عصرا.